السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. طبعا اليوم احنا طالع الاول بنطالع سعد الاخبية، وسمى سعد الخبايا، وسمي سعد الخبايا لان خبايا الارض كلها تطلع، هامات الارض من الحشرات من العقارب من الثعابين من الامور هاي كلها. فحذاري خلال الوقت الايام الجاية هذه، اي حد يبات في البر ينتبه من الحياية والعقارب، حتى قبل النوم دائما ينصح انك تنفض فراشك، زين ما تدري الله اعلم يكون في شيء. يصادف معاه ايضا اللي هو الاعتدال الربيعي، والاعتدال الربيعي ان النصف الشمالي من الكرة الارضية يدخل في فصل الربيع، ومع دخوله في فصل الربيع يعتدل عندنا ويتساوى عندنا الليل والنهار. فنلاقي اليوم النهار طوله يساوي تقريبا الليل، والنهار المقصود فيه من شروق الشمس الى غروبها، اللي هو من الساعة اللي عادل 12 ساعة و9 دقائق. فاليوم عندنا تساوي الليل والنهار. معاه طبعا تجي اللي هي رياح السريات، والسريات المعروفة انها اللي هي رياح تهب في ساعات الليل، وسميت السريات من سريان الليل، وهي اللي الرياح اللي تبدأ من قبل المغرب شوي بساعة ساعتين وتستمر حتى بعد شروق الشمس فترة بسيطة، والمفروض انها تبدأ الايام هذه، وهي دائما تسبق ممكن اسبوع 10 ايام او تأخر. السنة طبعا سبقت اسبوع، ونلاحظ احنا الايام اللي مضت كان يجينا هواء قوي، اغبار، مطر، عقب يكتم الجو كله خلال ساعات المساء، تقوم الصبح ولا كأنه صار شيء، وتكرر عليك الأمطار، تكرر عليك الرياح خلال ساعات المساء عدة مرات. فإن شاء الله تكون يعني وضحت الصورة بالنسبة لموضوع السريات، وأي حد عنده استفسار أو أي شيء الله يحييكم، أنا موجود على تويتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.